خلينا نبتدي زي ما احنا متعودين بالاخبار والاحداث اللي معانا، ونبتديها مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عقد اجتماع بالامس في اطار المتابعه المستمره من سيادته لملف تامين احتياجات المواطنين والانشطه الاقتصاديه من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلا. ووجه سياده الرئيس الحكومه بمواصله العمل المكثف لاحتواء الاوضاع الحاليه وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض المخطط التفصيلي المقترح لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية. أخبار تانية كتير هنلاقيها في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار المتابعة المستمرة من سيادته لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية. ووجه الرئيس الحكومة بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات في ظل التقلبات المستمرة عالمياً في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، واطلع سيادته في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب، خاصة ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع. ووجه الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العالمين موقف الأجهزة والمستلزمات الطبية الموردة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، وأشار إلى أنه تم تسليم 42.221 ألف جهاز للمنشآت الطبية، ويوجد 24.975 ألف جهاز من المقرر تسليمها لمنشآت طبية تحت الإنشاء. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لمتابعة سير العمل بعدد من ملفات عمل الهيئة في إطار دورها في دعم المنظومة الصحية. وخلال اللقاء شدد رئيس الوزراء على أهمية الدور اللي بتقوم بيه الهيئة في توفير الأدوية والمستلزمات لهذا القطاع الحيوي اللي بيمس حياة المواطنين. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المخطط التفصيلي المقترح لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، وأكد مدبولي أن المنطقة دي لها أهمية بالغة ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية والأثرية، وبالتالي في حرص شديد على أن تتم عملية التطوير وفق منظور متكامل بيراعي كافة الأبعاد التاريخية والتراثية والديموغرافية والسياحية. أما بقى بالنسبة لجولتنا في المحافظات، تعالوا نبتدي مع بعض من المنوفية، وحيث تم افتتاح قسم الأوعية الدموية بمستشفى ويسنا المركزي، وفي 500 ألف مواطن استفادوا من كارت الخدمات الحكومية الموحد في بورسعيد. وأخبار تانية من المحافظات هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في المنوفية تم افتتاح قسم الأوعية الدموية بمستشفى أويسنا المركزي وبدأ إجراء العمليات بيه، وده لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين والتطوير المستمر للمؤسسات الصحية. في البحر الأحمر استقبل ميناء سفاجة سفينة على متنها 3500 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي، وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات فحص الشحنة قبل السماح بدخولها الميناء وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجة للتأكد من سلامتها قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.
في بورسعيد أكدت منظومة التحول الرقمي في المحافظة أن عدد المستفيدين من كارت الخدمات الحكومية الموحد بلغ 500,000 مواطن. في الدقهلية وقعت المحافظة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي عقد توصيل المرافق مياه شرب وخطوط صرف صحي ل 21 مدرسة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية 9 مليون مع التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق قبل بداية العام الدراسي. في الغربية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجاناً لدعم 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقريتي الكمالية وصفت تراب بمركز المحلة الكبرى. في الشرقية أكدت المحافظة أنه تم توقيع الكشف الطبي على 445,313 مواطن وتحويل 3,348 مريض للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان من خلال حملة 100 يوم صحة. في جامعة أسيوط استقبل قسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفى الرئيسي الجامعي 1034 متردد بالعيادات الخارجية خلال شهر يوليو الماضي، وسجل قسم علاج الأورام 645 حالة حقن بعيادة اليوم الواحد إلى جانب تسجيل 81 حالة بالقسم الداخلي. في البحيرة بدأ التشغيل التجريبي للمبنى الجديد بمستشفى إيتاي البارود المركزي اللي بيضم 8 عيادات: بطنة، جراحة، عظام، نساء، أطفال، تخاطب، مسالك، نفسية وعصبية بالإضافة للمعمل، وده ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بمحافظة البحيرة.